واحد جايب كلام غريب لا أدري من خرافات قناة ناسا الفضائية التي يسمونها والتي ضحكت على المسلمين زمنا وابتزت أموالهم وكانت تزعم ويزعم القوم من قبل أثناء الحرب الباردة التي كانت بين ما يسمونه الاتحاد السوفيتي الذاهب وبين ما يطلقون عليها الولايات المتحدة الأمريكية أيام صراعات الفضاء، كانوا يقولون هناك رحلات للقمر وستبدأ الرحلات في سنة 2000 من الميلاد، كانوا يقولون هذا في الجرائد ونقرأه بأعيننا، والرحلة كانت أيام ما يحجزون لها في 500 مليون دولار. الله أعلم، الله أعلم هل كانوا يضحكون عليهم يلقونهم في صحراء نيفادا ويقولون لهم أنتم على، الله أعلم بصحة ذلك. الشاهد أن هنا يقول واحد بقى مرسل سؤال يقول السفر إلى المريخ وبناء مساكن، ما أدري من بعد أرسل السؤال، هل لأنه يقول اعتقادا أن هناك عيش على المريخ كما طلبت وكالة ناسا من أيام قليلة، هل أحجز؟ ماذا نقول يا إخوة؟ نعم هتحجز؟ يقول وكالة ناسا الفضائية أعلنت هذا منذ أيام قليلة، ما أدري الكلام ده. يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان، يرسل عليكم شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران. أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما فليرتقوا في الأسباب، جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب. والجميع أو إخواني كبار السن يعرفون أن أمريكا الكافرة كانت خرجت سفينة فضاء كبيرة كانوا مسمينها تشيلينجر أو التحدي، وكانت أكبر سفينة وصلت إليها واسموها هكذا، بعد رحلات يقال لها أبولو 1 أبولو 3 أبولو 5 أبولو 7، وهذه السفينة التي أعظم شيء وصلت إليه أمريكا وأسموها التحدي، بمجرد إطلاقها تبددت تماما. والروس كذلك الاتحاد السوفيتي أرسلوا آخر سفينة فضاء التي كبتهم الله بها على حد قولهم هم، وهم نازلون كلهم عن آخرهم ماتوا، كلهم عن آخرهم ماتوا، فكانت خسائر فادحة أسكتتهم جميعا. ولما تفكك ما أسموه الاتحاد السوفيتي مات ما يسمونه رحلات الفضاء، مات تماما، لم يعد أحد يتكلم في رحلات الفضاء ولا الصعود على القمر. الله أعلم بوجوه الحق والصواب من ذلك، لكن ما عندنا شيء من كتاب الله ولا من سنة رسول الله إلا أشياء مكذوبة في كل سماء، آدم كآدمكم وابن عباس كابن عباسكم، أشياء مكذوبة على ابن عباس في كل سماء، ابن عباس كابن عباسكم ورسول كرسولكم، كلها موضوعات ومكذوبة.